هيظل أجدادنا العظام دايما مصدر جدل ومصدر كلام في كل أنحاء العالم. يوم بعد التاني بنشوف كلام بيطلع عن توت عنخ آمون، أو بيطلع عن الملك خوفو، أو بيطلع عن الملكة كيلوباترا. كيلوباترا اللي هي أصولها في الأصل إغريقية، يعني لا شك إن هي ملامحها بيضاء. شفنا بعض المنصات الأجنبية اللي هي مطلعها سمراء اللون. من الأخبار المهمة اللي شفناها امبارح برضو إن القناة الوثائقية التابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدأت إن هي ترد وتعمل أو تحضر إنها تنتج فيلم وثائقي تصحح فيه هذه الصورة عن الملكة كيلوباترا السبعة، آخر ملوك الأسرة البطلمية، الملكة اللي حكمت مصر في أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر. صحيح مصطفى، حقيقة إنه التوقيت مهم جدا، توقيت مهم، والفيلم إنتاج الفيلم في حد ذاته مهم جدا، لأنه إنه يكون في توثيق مرئي للتاريخ والحضارة المصرية بعد محاولات بعض الجهات الأجنبية التشكيك في الأصول العرقية للمصريين وأنهم مش أصحاب الحضارة وغيرها من الادعاءات اللي هنعرفها مع حضراتكم. خلينا نعرف دلوقتي أصل هذه الادعاءات إيه؟ إيه كل اللغط اللي حاصل؟ إيه موضوع الأفروسنتريك؟ كل ده هنعرفه من الأستاذ شريف شعبان الباحث في الآثار المصرية. بنرحب بحضرتك وأهلا بيك معنا. صباح الخير، إزيك؟ إزيك يا مصطفى؟ إزيك يا دكتور، منورنا دايما. أخبارك إيه؟ الله يخليك. إيه يعني هبدأ من النقطة الفيصلية اللي ما فيهاش جدال. كيلوباترا يعني المصريين على طول أيام التاريخ كان فيهم ملكات ذو اللون الأسمر أو ذو البشرة السمراء، وكان فيهم ملكات قمحويين، وفيهم ملكات ذو لون أبيض. لأي لون من هذه الألوان تنتمي كيلوباترا، وما هو الدليل قبل ما نخش في أي جدال يعني، وما هو المثبت علميا وتاريخيا في هذا الأمر؟ بص، عايز تعرف أصول المصريين القدماء، بص لتماثيلهم، يعني اخطف رجلك للمتحف المصري أو متحف الحضارة في الفسطاط، شوف التماثيل بتاعت المصريين القدماء، وخصوصا تماثيل الخدم. يعني لو قلنا أن الملوك بيحبوا يتزينوا، بيكون شكلهم شكل مثالي، عضلات، شكل جميل، شوف تماثيل الخدم اللي كانوا بيحطوها في المقابر، ما فيهاش أي نوع من الجمالية أو المثالية، بل بالعكس هم ناس شقانين تعبانين، ولكن ملامحهم وبشرتهم بالملامح المصريه بتاعتنا دلوقتي. وده بيعكس ان المصريين القدماء هم المصريين اللي عايشين لحد دلوقتي. حصل اختلاط في اقوام دخلت علينا زي الفرس، زي الرومان، زي العرب، زي الاتراك، فرنسويين، انجليز، ولكن العرق المصري اللي احنا بنشوفه في الجدران، المقابر، التماثيل، هي نفس الجنس الموجود لحد دلوقتي. صحيح. وبالتالي ده بيعكس ان مفيش خط فاصل بيقطع ما بيننا وبين اجدادنا المصريين القدماء. كليوباترا كانت عامله ازاي؟ كليوباترا اصولها اغريقيه، جايه من اليونان، هي جايه من الاسره البطلميه اللي جت مع القائد بطليموس الاول، قائد الاسكندر الاكبر. بعد ما مات الاسكندر الاكبر اتقسمت امبراطوريته الضخمه اللي احتل فيها الشرق كله، وجت مصر من نصيب بطليموس اللي اسس الدوله البطلميه وعاش فيها تقريبا 12 حاكم باسم بطليموس. جت كليوباترا السبعه حكمت بعد ابوها بطليموس ال 12 او بطليموس الزمار. هي كانت اغريقيه النسل والعرق، ولكن كانت مصريه الهوى والثقافه والفكر. كانت بتجيد سبع لغات، منها اللغه المصريه القديمه، ورغم صعوبتها الا ان هي كانت بتجيدها حديثه وكتابه، وده قربها بشكل كبير من المصريين. كانت بتحب ان هي تمثل نفسها على شكل المعبوده ايزيس، ربه الحب والجمال عند المصريين القدماء، ومن المعبودات المحببات عند المصريين القدماء، واللي كان ليها انتشار في العالم القديم كله، وده برضو قربها للمصريين القدماء. وهنلاقي ان في نقش ليها على جدران معبد دندره وهي بالشكل المصري القديم. دكتور، قبل ما نتكلم ونعرف بقى بداية الادعاءات اللي بالمناسبة هي مش جديدة على فكرة، هي ظهرت بقوة مؤخرا، خلينا نعرف من حضرتك أهمية الرد بفيلم وثائقي. كان ممكن لاقي ناس مثقفين بالمناسبة ومؤرخين يخرجوا ويتكلموا ويحكوا القصة، بس فكرة ان احنا ما دخلناش بقى في نقاشات مطولة، دخلنا على طول في فيلم وثائقي عن كليوباترا، احنا اصل الحضاره، اصحاب الحضاره. فكره الرد بهذا الفيلم الوثائقي على طول في هذا التوقيت. انا عجبني جدا جدا خبر امبارح ان هي الشركه المتحده عملت او بتخطط لعمل فيلم وثائقي تبع قناه الوثائقيه عن كليوباترا. ده اكبر رد بهدوء على الفيلم بتاع شبكه نتفليكس. الفكره ان احنا
لازم نرد فيلم بفيلم. خطورة الفيلم بتاع نتفليكس ان هو فيلم وثائقي، في دايما فرق ما بين الفيلم الروائي والفيلم الوثائقي. هم غيروه بالمناسبة، وصف الفيلم اتغير بالظبط بعد الهجوم الشديد اللي حصل. يعني الفيلم الروائي هو عبارة عن خيال، رؤية المخرج الكاتب قايمة على رؤية ذاتية ما فيهاش أي نوع من المصداقية التاريخية أو الحقائق العلمية اللي بتصدرها. صحيح. زي عندنا برضو فيلم كليوباترا اللي عملته إليزابيث تايلور وصوفيا لوران ومونيكا بلوتشي، كلها مجرد أفكار قايمة على أساس تاريخي ولكن هي خيال المنتج أو الكاتب. ولكن لما نتكلم على فيلم وثائقي فاحنا بنتكلم على معلومات قايمة على مصادر ومراجع تاريخية محددة. فلما نتكلم على شبكة قوية زي نتفليكس وتصدر لنا فيلم وثائقي بالأفكار دي، يبقى هم قصدين يصدروا لنا فكرة مغلطة بشكل كبير للحقائق التاريخية. فكرة الموضوع يعني مش جديد، أعتقد كمان كان في كليب لمايكل جاكسون من التسعينات بالظبط، كان ريممبر ذا تايم، وعدى علينا مرور الكرام وعدى علينا كده بالظبط، وهم جايبين مصريين قدماء ونفرتيتي وأخناتون طالعين سمر، بس ما كانش في دماغنا عشان الحركة دي ما كانتش بالقوة وما كانتش بالدفع الإعلامي اللي موجود زي ما هو موجود دلوقتي. صحيح. طب علشان الفن ده وثائقيا على من يطلقون على أنفسهم الأفرو سنتريك أو أصحاب المركزية الإفريقية، نحلل هذا الأمر، كيف بدأ هذا الأمر وماذا يريد من مصر؟ الحركة دي تاريخيا بدأت في العشرينات كحركة مضادة لفكرة الاستعمار أو رد اعتبار للأقوام اللي استعمرتهم أوروبا البيضاء في القرن 19 و18 و17، ولكن النوع من الحركات دي ظهر كنوع من رد الفعل العنيف، انه بدل من هم بيردوا اعتبارهم او بيردوا حقوقهم هم للاسف بيسطوا على حقوق الاخرين، وده اللي حصل في فتره السبعينات والثمانينات، تجلى في التسعينات برضو حكايه الكليب بتاع مايكل جاكسون، فكره ان هم بدل من هم يردوا حقوقهم ابتدوا ان هم يمدوا السيطره بتاعتهم على الحضارات السابقة على الأقوام السابقة، ودي الخطورة بتاعت حركة الأفروسنتريك. فكرة إن هم يدعوا إن هم أصحاب الحضارة المصرية القديمة ده طبعا شيء خاطئ وغير حقيقي. الحضارة المصرية القديمة كانت بتحتضن كل الأفكار وكل الثقافات وكل الأعراق بتتبلور لحد ما بتطلع الحضارة المصرية القديمة. وعلى امتداد التاريخ المصري كله، مش بس مصر القديمة، مصر بتحتضن كل الأفكار وكل الأعراق، وفي شخصيات سمراء البشرة على امتداد التاريخ المصري طبعًا احنا فخورين بيها. صحيح. كل الملك طهرقة يعني. الموضوع ملوش علاقة بلون البشرة، الموضوع ليه علاقة بانه بينحصر في حتة معينة. احنا مش الاعتراض مش على ان ممثلة سمراء اللون مثلت الدور ابدا، بالعكس الاعتراض على زي ما كنا بنتكلم ده فيلم وثائقي، لما بالزبط. اعمل فيلم وثائقي لازم يكون يقابل بالظبط التاريخ بالزبط. لان انا بحكي قصة حقيقية مش قصة خيالية حقيقي. هي دي كل الفكرة، الموضوع ملوش أي علاقة بلون بشرة الممثل أو الممثلة الموجود في الفيلم. لا، والإعلان تمام. بتاع الفيلم لما تعرض كان مخيف جدا، يعني البطلة بتحكي إن جدتها قالت لها سيبك من كلام المدرسة، لا دي كليوباترا كان أصلها من بصرة شمراء، بقت الرسالة بقت مباشرة وواضحة، يعني سيبك من التعليم وسيبك بالزبط. من الكلام بتاع المدارس ده، لا ادخلي في الفكرة اللي احنا بنصدره لكم، دي خطورة صحيح. الفيلم بس دكتور شريف برضو في نقطة، يعني أنا مش عارفة هل منذ بداية قيام الحركة دي ما خدوش بالهم منها؟ مثلا يعني احنا عندنا الحضارة المصرية القديمة موثقة، يعني أصحابها وثقوها على جدران المعابد، جدران في التماثيل في النقوش في البرديات، يعني أبسط وأدق تفاصيل الحياة موثقة. ده حتى على حاجة يمكن أهم تفاوت من كده. ألوان البشرة على فكرة موجود مرسوم، يعني هنلاقي على المعابد بشرة سمراء داكنة أو بشرة قمحية فاتحة شوية، كل ده هتقال عليه فن. طب ما تيجوا نشوف المومياوات اللي موجودة في قاعة المومياوات في متحف الحضارة مثلا، عملنا لها تحليل دي ان اي، هنعرف العرق بتاع المصريين القدماء. صحيح. ده أكبر دليل قاطع على أصول المصريين القدماء. يعني هم لو عايزين يعملوا فيلم يساند قضيتهم كنت تنصحهم يعملوا فيلم لملكة عاملة ازاي؟ حتشبسوت مثلا؟ لا، ما يعملوا أفلام عن ملكات نوبيات كان ليهم دور كبير في الحضارة الجنوبية، مملكة النوبة الجنوبية كان اسمها حضارة الكوش، الحضارة الكوشية، حضارة ميروي وحضارة نبتة. الناس دي تأثروا بالحضارة المصرية القديمة وعملوا مجموعة رائعة من الآثار. هم ليهم حضارتهم بالمناسبة، ليهم حضارتهم وحضارة مهمة ورائعة وغنية وثرية وكل حاجة، بس حقيقي. الفكرة إن دي حضارة منفصلة تانية خالص، فكرة اغتصاب الحضارة واغتصاب إفريقية وجاية من أوروبا بالظبط. طيب يعني يا دكتور
خلينا نبسط الدنيا شويه للمشاهدين، بيعتمدوا على ايه في الترويج لهذه للفكره دي؟ اعتمادهم على ايه بما ان احنا الحمد لله اجدادنا المصريين القدماء موثقين كل حاجه ادق التفاصيل؟ الاعتماد على الجدل، الجدل من اجل الجدل. يعني هم نقوا شخصيه تاريخيه ما عليهاش اي نوع من الجدل، ونيجي ان احنا نتكلم عنها، فده يثير المشاهد ويثير رؤيه الفيلم، وده يعمل ضجه حوالين الفيلم ويخلي مشاهدته اعلى. لو اتكلمت على شخصيه فيها جدليات، في ناس هتقول مع، ناس هتقول ضد، ناس هتفكر اه دي ممكن تبقى سمراء بيضاء، ولكن لما يجي شخصيه مفيش اي نوع من الجدل عليها واعملها بشكل مختلف تماما، يبقى واقول ان وثائقي مش درامي، وثائقي مش درامي، يبقى انا بثير الجدل اكتر عشان الناس تتشجع او ان هي تتخانق وتروح تتفرج على الفيلم عشان تنتقده، وبالتالي انا بعمل اعلى نسبه مشاهدات من لا شيء. ده نوع من الترويج الذكي جدا للفيلم. لو عملتها بالشكل الوثائقي المنطقي ان هي كانت ملكه بيضاء البشره ليها اصول اغريقيه بنفس الترتيب الزمني اللي احنا عارفينه، نوع معين من المشاهدين هيتفرج على الفيلم، ولكن انا عايز اكبر الشريحه بتاعتي بتاعه المشاهدين، وبالتالي انا بعمل حاجه صغيره كده تخلي الموضوع يكبر او يسخن، وبالتالي ده اللي بيعمل رواج اكتر، وهي فكره الجدال. طيب علشان نرد بشكل يعني يجابه هذه المنصه الاجنبيه، نتفليكس منصه عالميه ليها تاثير عالمي، ما نقدرش ننكر ان هي يعني مسموعه في وفيها عدد كبير من الالوان الدراميه والسينمائيه بتحمل لغات متعدده، يعني بتوصل لعدد كبير. هيكتفي هذا الامر بانتاج فيلم وثائقي بس من عندنا، ولا انت عايز تحرك على اكثر من صعيد؟ اتمنى ان يكون الفيلم الوثائقي كمان باللغه الانجليزيه وبلغات متعدده، وده اكيد هيحصل عشان احنا ما نكلمش نفسنا، احنا نكلم العالم كله. يبقى في كاست قايم على اساس علمي، اختياره على اساس علمي، عرفت ان هو مجموعه من المؤرخين والباحثين هيشتركوا في سيناريو الفيلم، وده شيء جميل جدا عشان يكون قايم على اساس علمي. فكره ان احنا نطرح الموضوع مره واثنين وثلاثه، انا سعيد ان انتوا طرحتوا الموضوع ده في صباح الخير يا مصر، بحيث ان هو امبارح اتقال موضوع ان هنعمل الفيلم بتاع كليوباترا من القطاع الانتاج الوثائقي. ده شيء جميل جدا ان الدوله مهتمه جدا بالدفاع عن تاريخنا وعن تراثنا وعن حضارتنا، وده عشان نوصل للعالم ان احنا مش مجرد بنتكلم عن تاريخ، احنا بنتكلم عن مستقبل من خلال التاريخ. ان احنا لما بنحمي تاريخنا بنحمي مستقبلنا. دي نقطه مهمه جدا بقى، دي كنت عايز اسال حضرتك عليها. في ممكن حد هو بيتفرج دلوقتي، يا جماعه هو في ايه؟ انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ فيلم بقى درامي من وثائقي درامي والمشكله اتحلت لكن في احيانا بنغفل ان دايما التحركات الكبيره قوي خاصه المتعلقه بالتاريخ والحقائق بتاخد وقت عشان تتغير، وبتبقى خطواتها بطيئه جدا وحريصه جدا وبالراحه لغايه ما تقدر تغير فكر اجيال قدام. خطوره السكوت عن هذه الادعاءات او خطوره عدم توضيح هذه الادعاءات ايه؟ الخطوره زي ما حضرتك قلتي ان هي عامله زي نقطه الميه اللي بتنزل نقطه نقطه لحد ما بتملى البركه وبيطفح بيها الكيل. احنا ما بنحسش بالنقطه الواحده، ولكن بتحس بالبركه لما بتملى. دي خطوره التهجم على التاريخ وتزويره. الموضوع ما بيتمش ما بين يوم وليله وبشهر او سنه او حتى عقد من الزمن، لا، الموضوع خطوه خطوه. وهم ابتدوا زي ما قلنا الكليب اللي حصل في التسعينات، الافلام اللي بتتعمل قبل كده عن بناء الهرم، عن بناء الهرم دي كانت من اشهر المحطات يعني بالظبط. ومش بس بنتكلم على القرن العشرين، في ادعاءات قالوها مؤرخين رومان في القرن الاول الميلادي، والادعاء ضد كليوباترا نفسها. طب هنا التخوف ايه؟ حضرتك قلت جمله مهمه جدا، نقطه نقطه نقطه. يعني انا النهارده لما اعمل حاجه كده حاجه كده حاجه كده، وهم مؤثرين عالميا واحنا عارفين، وعارفين ان احنا حتى لو انتجنا طبعا صوتنا هيبقى مسموع وهيبقى متشاف، لكن احنا بنخشى ان هم برضو تاثيرهم اكبر. خطوره ده على المدى الطويل ايه يا دكتور؟ خلينا نتكلم بصراحه. يعني انت طرحت حاجه مهمه جدا، وهي فكره بنى الهرم. بره للاسف الشديد عندهم اعتقاد كامل ان مش احنا اللي بنينا الهرم، مع ان عندنا بالادله القاطعه واكثر من فيلم ان احنا بنينا الهرم. عندنا الاكتشاف بتاع مقابر العمال بنات الاهرام اللي اكتشف سنه 90، ده دليل قاطع ان المصريين القدماء هم اللي بنوا الهرم، ولكن عندهم اعتقاد لحد النهارده فضائيين، ناس جايين من قاره اتلانتس، ناس جايين مش عارف منين، وبالتالي هم بيغذوا الموضوع ده في افلام روائيه زي فيلم ذا مامي. الفيلم شيق وجميل جدا وبيتفرج عليه شباب صغيرين فبيعتقدوا الفكره بتاعت الفيلم.
فلما تلاقي ولد صغير عنده مثلا 10 سنين بيتفرج على الفيلم ده ويتاثر بيه، لما يبقى عنده 20 او 30 سنه خلاص هو تشبع بالفكره دي، خاصه ان انت ما عندكش ما يقابل هذه الفكره. دلوقتي بقى عندنا بالظبط، احنا ابتدينا من دلوقتي ندافع، عندنا مجموعه من الامكانيات العاليه، عندنا مجموعه من الباحثين والعلماء شطار جدا ان هم يقوموا بالخطوه دي، عندنا امكانيات اعلاميه قويه ان احنا نرد بالموضوع ده، فاعتقد ان هو بقى عندنا اليه ان احنا نرد بالحجه وبالدليل، وفيلم قصاد فيلم ومؤتمر قصاد مؤتمر، لان على قد ما هما بيصرفوا احنا عندنا الامكانيه كمان ان احنا نصرف ونرد على الموضوع. هو شيء مبشر كمان الحقيقه انه برضو في وعي، يعني حتى كان اصل الفيلم مش اول حاجه زي ما كنا بنتكلم، وفي الوقت قريب جدا كان في ستاند اب كوميديان مشهور، كان في دي حفله هنا منظمه في مصر، وبيدعم هذه الفكره بشكل قوي جدا، فكره الافرو سنتريك. ولقينا لا ناس كتير جدا هاجمت، وناس كتير جدا بعتت للشركه المنظمه، وقبل الحفله بيوم اتوقف، قرر ان هو ينقلها لبلد تانية، وده بيعتبر انتصار للوعي المصري وللشارع المصري. دي نقطه مهمه، هي الفكره كمان الترويج، هم مش عارفين بس عندهم غيره على التاريخ، ناس كتير ما عرفوش منها كليوباترا، اصل احنا برضه بس بيحبوا الملكه دي لان هي بتاعتنا. الفكره صحيح. ان احنا يعني هنتوصف او بنتوصف بالفعل ان احنا احفاد مستعمرين، ان احنا مش اصحاب ارض ومش اصحاب حضاره اصلا، فدي كارثه تانية في حد ذاتها كمان. ده حقيقي، ده حقيقي. طيب اخيرا عايز اعرف من حضرتك ايه اللي المفروض تاني، لو هنتكلم على القوى الناعمه المصريه، ان احنا نقوم بيه عشان نقدر ننشر ثقافتنا احنا بلساننا احنا ومن وجهه نظرنا احنا حسب الحقيقه، يعني مش حسب كمان الدعاءات، ده حسب الحقيقه وحسب التوثيقات اللي موجوده اللي وثقها اهلها واصحابها. نعمل افلام، نعمل برامج تلفزيونيه، نعمل مسلسلات، نعمل لقاءات، نحاول ان احنا نكلم العالم بلغتهم، ما نتكلمش بس بالعربي، نتكلم بالانجليزي بالفرنساوي، نوصل لابعد مكان لابعد ثقافه ونكلمهم ونصدر لهم حضارتنا. الحكومة المصرية مشكورة جدا ان هي مهتمة بدعم التاريخ ودعم الآثار، عندنا مجموعة كبيرة جدا من المتاحف، القوى الإعلامية عندنا قوية جدا، القوى الناعمة بتدعمها الحكومة بشكل كبير، اعتقد ان دي بتعتبر افضل سفرة لينا ان احنا نوصل حقيقتنا طبعا ونوصل احنا اهل حكي ثقافتنا وحضارتنا. حقيقي بنشكرك دكتور شريف، دكتور شريف شعبان الباحث في الآثار المصرية، يعني نورتنا وشرفتنا في استوديو صباح الخير يا مصر، وبالتأكيد بننتظر العمل الوثائقي اللي هتنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واللي هينتجه القطاع الوثائقي بالشركة، وهيعرض على قناة الوثائقية تحديدا وعلى منصاتنا الإلكترونية. بنؤكد أن الحديث عن كليوباترا حديث موثق وحديث علمي، هي ملكة من أصول إغريقية، أتت من أسرة بطلمية، يعني جاتت من القارة الأوروبية من جنوب أوروبا، وان الامر يعني مؤكد انها يعني بيضاء اللون، وده له عدد كبير جدا من الدلائل اللي ربما ذكرها الدكتور شريف معانا. طبعا بنشكر حضرتك مره ثانيه دكتور شريف شعبان الباحث في الاثار المصريه، نورتنا. اشكرك وربنا يخليك.